بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبيد رضا طارف الشمري المفضلي، أقول أن سمعت سير علينا رضا بن برجس الله يرحمه، سير على أبوي الله يرحمهم جميع، وقاموا يسولفوا، قال هذولا منا، هذا رضا آل برجس، هذولا منا آل جبرين اللي بالجوف. أي نعم، يقول هذولا منا سوالف رضا. أنا والله لا عندي قصص إلا سوالف رضا تكلم بهالكلام هذا. وحمود الطايس مرة بعد هو يبوي وسعلوا أبوي وقال لي بالله هذولا منا وهذولا الجبرين ومعروفين. هذا والله اللي عندي. واليوم التاريخ 1439 2 18 2 هذه أنا أشهد بشهادة حق. أي نعم، عندكم وعند غيركم هذا الكلام، هذا الشيء اللي أنا سمعت.